استاذ اني اخذ 800 ما شاء الله زين اي استاذ هو ياخذ 400 ليش لا لا اريد مساواه استاذ ليش استاذ المساواه اريد تساوى انا يا استاذ حاضر انا بخدمتك بس خاف خاف انت تداوم اكثر منه يعني. لا والله استاذ هو يعني تعبان وحتى يجيب صفر طاس وياه فوقه اي ما يكفي راتبه اي استاذ اريد المساواه تؤمر امر لنزاهتك خلص المساواة عندي فوق كل شيء بارك مو قلت لك ما يخص ما يقص راتبك أبو إيهاب صار 400 مثل زميلك شكيب أستاذ يمكن المسج وصلك غلط بس خل أفهمك أستاذ أستاذ حسابات بابا أنه بحصل يومية ماكو إشارة أبو إيهاب الموظف اللي عندنا يصير راتبه 400 مثل زميله شكيب تحياتك